الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث يسود الطقس غالبا صافي 23 درجة مئوية، الملموسة 22، أما الرطوبة 91%، والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا. إربد تفرق لبعض الغيوم المنخفضة 23 إلى 11، عجلون 21 إلى 9، جرش 23 إلى 9، أما المفرق 24 إلى 12. ننتقل الآن للمنطقة الوسطى، البلقاء 24 إلى 13، عمان 23 إلى 12، الزرقاء 25 إلى 12، مدبة 24 إلى 11، البحر الميت 31 إلى 19. المنطقة الجنوبية، الكرك 20 إلى 11، طفيلة 21 إلى 12، الشبك 19 إلى 11، معان 25 إلى 13، والعقبة 31 إلى 19. المنطقة الشرقية، رويشد طقس صافي 29 إلى 15، صفاوي 29 إلى 14، أما الأزرق طقس صافي 29 إلى 15. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.